بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواني وأخواتي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هيكون الدرس السادس إن شاء الله عن Practical Skills on Dissection of Maculated Tooth Buffer Regularis، وهيكون عن جزء من الجهاز العصبي. هنشرح فيه Spinal Nerves and Sympathetic Chain، ونبدأ على بركة الله هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحالي هي درس سهل جدا، سواء من تشريحه او تركيبه. درس بيدرس جزء او بيشرح جزء من الجهاز العصبي اللي هو اسمه CNS او Central Nervous System، او الجهاز العصبي المركزي. الجهاز العصبي عموما بيبقى جهازين، جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي. الجهاز العصبي المركزي مش هنبقى معنيين احنا بيه دلوقتي، هو بيبقى عبارة عن البرين او المخ والسباينال كورد اللي ماشي جوه العمود الفقري. بالاضافه لذلك في جهاز عصبي تاني اسمه بريفرال نيرفس سيستم. البريفرال نيرفس سيستم عباره عن اعصاب، بعضها بيطلع من المخ اسمها كرينيال نيرفس، وبعضها بيطلع من السباينال كورد اسمها سباينال نيرفس. كل اللي احنا هنشوفه من الجهاز العصبي هو جزء من الجهاز العصبي الطرفي اللي هو اسمه سباينال نيرفس. يبقى تاني عندي سنترال نيرفس سيستم عباره عن برين وسباينال سباينال كورد داخل الفيرتبرال كولوم او داخل العمود الفقري، ده مش معنيين بيه في التشريح بتاعنا. الجهاز الطرفي اللي هو بيبقى عباره عن اعصاب، بعضها طالع من المخ برضو احنا مش معنيين بيها، وبعضها طالع من السباينال كورد، ودي بيسموها سباينال نيرفز، ودي بيبقى عددها 10. دي بنسموها فيرست سباينال نيرف، او بيسموها هايبوجلوسال لانه بيبقى تحت اللسان، وبعدين السكند سباينال نيرف، والثيرد سباينال نيرف، والفورث، والفيفث، والسيكس، والسيفنث، والايث، والناينث، والتنث. التاني والتالت او السكند والثيرد بيبقوا مع بعض في حاجه اسمها الضفيره العضديه، بيسموها براكيال بليكزس. دول بيبقى اتنين مع بعض، والسابع والثامن والتاسع والعاشر هما الاتنين بيبقوا في ضفيره مع بعض، هنقول اسمها حالا. يبقى احنا قلنا عباره عن من السيفنس والايتس والنينس والتنس، هم بعضهم بيؤدوا في الاخر خالص لحاجه اسمها سياتيك نيرف، هي اسمها ساكرال بليكزس، اللي هم الاربعه مع بعض، وبعدين بيمتدوا بحاجه اسمها سياتيك نيرف، او بيبقى نيرف كبير جدا في منطقه الفخذ بيسموه العصب الفخذي. ده اللي احنا هنشوفه. انا قلت في جهازين، واحد اسمه سنترال نيرفس سيستم، واحد اسمه بريفرال نيرفس سيستم. الجهازين دول تبع للحركات الاراديه. في جهاز ثالث لو بيسموه اوتونوميك نيرفس سيستم او السمباثيتك والباراسمباثيتك نيرفس سيستم، ده بيبقى مسؤول عن الحركات غير الاراديه. فاحنا هنشوف منه بس جزء بسيط جدا. بيبقى فيه سلسله ماشيه اسمها سمباثيتك تشينز. سمباثيتك تشينز بتبقى مكونه من جنجليا عند كل فقرة من الفقرات. الجنجليا دي بيسموها lateral sympathetic ganglia. يبقى السلسلة نفسها اسمها right sympathetic chain، مكونة من جنجليا بيسموها lateral sympathetic ganglia، اللي بتبقى ماسكة في spinal cord داخل العمود الفقري بحاجة بيسموها ramus communicans، اللي هنشوفها دلوقتي على الطبيعة حالا. كل اللي هنعمله في الجهاز ده ان احنا هنفتح الجلد ثم نتخلص من العضلات، ومفيش ضروره انك تفصل الانتيرير ابدومينال فين، لان احنا كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنتخلص من كل شيء من الجنرال فسره. مش هيتبقى لي تحت غير العمود الفقري اللي هبتدي اشوف زي ما انتم شايفين كده. كل اللي هعمله ان انا هتخلص من كل الجنرال فيسرا اللي موجود. ولا اسهل من كده، هي عك وخلاص. هيبين لنا
الجهاز اللي انا عايز اشوفه. وهغسل العينة وارجع لكم. طبعا الجهاز سباينال نيرف ده اللي بيجي لحد البوبا يعني سعيد الحظ جدا، لان زي ما انتم شايفين كده ما فيش طريقه تشريح معينه، بتخلص من كل الاشياء وبسيب العمود الفقري فقط، فهيبان معايا الاعصاب سباينال نيرف اللي طالعه من العمود الفقري. ادي الفيرست سباينال نيرف، السكند والثيرد شايفين معايا انه تخين شويه اسمه براكيال بلاكزس، يبقى ده الفيرست لوحده، الثاني والثالث مع بعض اسمه براكيال بلاكزس، وهتمشي هتلاقي الخيوط الكتيره دي، الرابع الخامس ادي الرابع الخامس السادس اهو على الجنبين اهو، وبعدين من السابع والثامن والتاسع والعاشر بيتحدوا مع بعض عشان يدينا ساكرال بليكزس اللي بيمتد في منطقه الورك اسمه سياتيك نيرف. بالنسبه للسمباثيتك تشين يعني هيبقى صعب جدا انك تشوفوها، محتاجه عدسه واشياء كده، بس في الغالب بيكون مكانها على جانبي العمود الفقري، لو مسكت عدسه او حاجه ممكن تلاقي خيط بسيط طالع على الجنبين الاثنين. يبقى انا اللي بيهمني بالشكل الاساسي هو السباينال نيرف، ادي الفيرست، الثاني والثالث عباره عن ساكرال بليكزس، وبعدين همشي الرابع والخامس والسادس اهمك، الرابع والخامس والسادس، ثم السابع والثامن والتاسع والعاشر عباره عن ساكرال بليكزس اللي بيمتد في الاخر اسمه سياتيك نيرف.